إذا أول فعالية فيما يخص أغنية المصورة، كيفاش جا الاختيار يعني ديال هاد أول نشاط كيهتم بهاد الأغنية النوع ديال الغناء؟ نعم، تم ما كانش شي اختيار ولا شي اختيار أولي، بالعكس هما كاين اللي اقترح بعضياتهم شوفوا هضرات اسم عندهم. اللي مهم في هذه العملية كاملة هو أن هما بيصوروا وداروا في يوتيوب ونسى داك الشيء. حنا بغينا نجمعوا جمع تأثر، على الأقل تأثر بالتكوين، تأثر بالمشاركة، وعرفوا التدريب المقامية، عرفوا مجموعة هذه الأشياء اللي كتهتم بأغنية المصورة. فبالتالي كان إذن هذا النشاط هو نقطة في بحر من أجل تطوير هذا الانتاج وكذلك تأطيره. هل يمكن ان يتحول هذا النشاط الى مهرجان يتم باغنيه الكليب؟ طبعا كتتم الاشاره في الكلمه الاولى، كلمه افتتاحيه ديال الملتقى، على ان هذه كانت البادره الاولى ولا الدوره التجريبيه لهذا الملتقى، على اساس ان يتطور ويصبح مثلا مسابقه في هذا المجال، ولما لا يصبح ملتقى وطني او من ذوب جهوي بعد وطني. نعم، على مستوى الانتاجات الفنيه لاحظنا مشاركة مجموعة من الشباب المهتمين بصفة خاصة بالأغنية الشبابية، بالراب، الأغنية اللي كانت تهتم بقضايا الشباب. كيفاش شفتي من ناحية التقنية ومن ناحية يعني الموسيقية ديال الإنتاجات المقدمة؟ التقييم ديالكم؟ ما بقيناش في الأول نديرو دابا بغينا نقولوا باش نديرو في الأول التقييم التقييمات والتقييدات الأكاديمية إلى غير ذلك. حنا في الأول نتصنتوا لهم نحاولوا نسمعوا لهم ومن بعد ندخلوا في مرحلة الورشات، مستوى الإخراج، مستوى التكوين، على مستوى الموسيقى، على مستوى الكلمات، ومن بعد نبداو نشتغل عليهم. إذا في الوحدة كنستمعوا فقط ونخلوا معنا ومن بعد ندير مرحلة التكوين.